هؤلاء الأطباء الاختصاصيين الذين جاءونا من بقاع عدة حتى من خارج الوطن من أجل المساعدة ومن أجل تقديم الخدمة الصحية لسكنة هذه المنطقة. إذن نرحب بهم ونتمنى أن يقضوا معنا هذه اللحظات في جو سعادة والمتعة، ونتمنى لهم التوفيق وأن يجازيهم الله أحسن الجزاء على هذه المساهمة التي يقومون بها داخل مصالحنا الصحية بالمستشفى مستشفى ركام. إذن هؤلاء الأطباء هم في عدة اختصاصات قدموا إلينا من خارج الوطن، من فرنسا ومن قسنطينة ومن عدة مدن للمساهمة ولتقديم خدمة صحية لسكنة هذه المنطقة. فباسمكم جميعا نرحب بهم ونتمنى أن يقضوا معنا هذه اللحظات في أجواء ممتعة. شخصات المختلفة بغزرة لا لا بول عرف شخصات المختلفة.